السلام عليكم أصدقاء. في هذا الفيديو غادي نحاول نرصد لكم بعض اللحظات الحزينة والمؤثرة من زلزال الحوز بالمغرب، فتابعوا الفيديو مجموعين. قبل ما ننسى أنك تشترك معي فلاشين باش يوصلك فيديوهات جديدة. أذكر تماما شاهدت رجل إنقاذ اليوم وحدثني عن طفل كان أنقذه صباح اليوم، طبعا طفل توفي للأسف تحت الأنقاض، ووجد جنب هذا الطفل هذه الورقة، سوف أسرد ما هو مكتوب عليها مباشرة على الهواء. احتفظت بهذه الورقة لارا، مكتوب اسمه عمران أزماني. أعجبتني حصة الرياضيات أكثر من حصة الفرنسي لأنني أتعلم كيفية كتابة الأعداد. هذا ما وجد رجل إنقاذ في جيب أحد المتوفين الشباب أو المراهقين. يعني هذا الوضع هو مأساوي بمعنى الكلمة لارا. سي عزيز أخي، نجا عندنا البلا الدوار، أنا جال تما عش من زمن في الايام الانتخابات جا عندنا شي شهر اللي خص الانتخاب جا عندنا، وقدا دابا الغرض ديالو مشى. علاش ما سول فينا؟ علاش ما سول فينا؟ علاش هاد الايام اللي قالوا لي انا غايجيو عندنا عاوتاني ما جاش؟ علاش؟ علاش عباد الله ما كيحشموش الناس الاولاد ديالنا غير في الطريق غير في الوادي؟ راه هادشي عيب عليهم، عيب عليهم. حتى واحد ما سول فينا، القايد ما سول فينا، حشومة عليهم، حشومة عليهم. اش من منطقة حنا؟ حنا منطقة زناقة، زناقة زناقة زناقة، جماعاتي مقدال، جماعاتي مقدال. اش بغيتي يحلوا الطريق؟ ويحلوا الطريق، راه الناس كيموتوا، كيموتوا، كاين اللي مضروب بالحجر، كاين اللي مضروب. بقاو بيا متنتفرجش، والله ما بقيتش كنتفرج بالكتابة. نعاود بها بيش باش نعاود خدامه، نعاود بهذا. الله يحفظك. الله يسبب جهد. السيدة بغات تعاون خاسب دلتها مسكينة شو. ما عدتش باش نعاون نعاونكم خاسب دلتها. لا منتدي. 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 لا لا لا. الله يمسكوا بحر من أصبر. خليها. خليها. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك.